هدف هذا دكتور. هذا هذا الهدف. تعرف انت يعني هي دقيقه 80، وهي انا كنت خايف من الدقيقه هاي، الخمس دقائق اللي من 80 85، قلت اذا سجلوا هدف من الممكن دقائق تسجل ممكن ان يرجعون. بس يعني هذا الهدف ما اثر على نفسيه الفريق، ما اثر على طبق، لكن هو الفريق يا سبحان الله اليوم هو الفريق متوفق. يعني هو سوى ذكاء مهاجم، بقى واقف كابتن. هذا صار بكاس العالم، هو خطا من الحارس. نعم هو يعني احمد هو قدم مستويات ممتازه خلال البطوله. نعم. الان طبعا. يعني حتى في هذه المباراه، لكن هو خطا، قدم مباراتين كلين شيت يعني. نعم. خطا اليوم من يمه، الحمد لله قلت لك ما احتاجينا انه ما اثر علينا. لا هو لا لا تنسى، هو لما احنا اخذنا الهدف الرابع وتقدمنا، انت تدري المدرب اخرج احمد فرحان واخرج امير صباح واخرج العديد من اللاعبين، سوى اكثر من 3 تبديلات 4 باعتبار انه باقي ربع ساعه. كابتن حافظ على منطقه الوسط، حافظ على منطقه الوسط، خلى تقريبا ست لاعبين عبد الرزاق، هذا ست لاعبين حتى خلي الكره تنتقل بال عندي رسالتين حتى ننتقل لمحاور اخرى.